مبدئيا تعتبر انتخابات 7 أكتوبر 2016 هي ثاني انتخابات تشريعية في ظل دستور فاتح يوليوز 2011، وبالتالي لها مجموعة من الرهانات الداخلية، فعلى المستوى السياسي تعتبر الانتخابات عاكسة لتقاطب سياسي خاصة ما بين حزب العدالة والتنمية وحزب أصهر المعاصرة، وبالتالي هذه تعتبر من أهم مميزات المشهد السياسي بالمغرب، لأن لأول مرة يدخل حزبان قويان لهذه الانتخابات، حزب يتولى الحكومة الحالية وهو حزب العدالة والتنمية، وحزب معارض هو حزب أصهر المعاصرة، وبالتالي سيكون صراع محتدما ما بين هذين القوتين، لأن كل واحد سيحاول أن يظفر بمناصب أكبر لكي يستطيع تشكيل الحكومة المقبلة، وبالتالي تشكيل تحالف من مكونات الأحزاب المتنافسة. الصراع في المغرب ليس صراعا إيديولوجيا بقدر ما هو صراع سياسي، فكل الاحتمالات واردة، خاصة ونحن نعرف بأن كانت هناك سابقة أن حزب العدالة والتنمية بعد انسحاب الوزراء الاستقلاليين عامل على تحالف مع ألد غرمائه وهو حزب التجمع الوطني الأحرار، واستطاع أن يشكل ائتلافا حكوميا ما زال لحد الآن، وبالتالي الخطوط الحمراء غير مطروحة. إذا تجاوزنا الشعارات والمقولات الإيديولوجية، هو صراع سياسي بالأساس، وصراع يتمحور في التعامل الأساسي مع المؤسسة المحورية اللي هي المؤسسة الملكية. فإذا لاحظت أن كل التنابزات التي كانت ما بين الحزبين تركزت حول ما سمي بالتحكم، والتحكم يعني بالأساس أن محيط الملك يدعم بشكل من الأشكال غريم حزب العدالة والتنمية، وبالتالي هناك نوعا من محاولة مزايدة إذا أردنا في التعامل مع المؤسسة الملكية، وهذا ربما ما تنبه له العاهل المغربي في خطابه لعيد العرش، حاول أن ينبه الأحزاب بضرورة عدم طرحه في إطار منافسة شرسة بينهما، وبالتالي الصراع هو صراع سياسي وليس صراع إيديولوجي، ومع قرب انتخابات ازدادت هذه الحدة، وبالتالي كل طرف يحاول أن يفكك الارتباط ما بينهما بين المؤسسة الملكية حتى يضمن أكبر الأصوات، وحتى يحاول أن يستقطب أكبر الأصوات الانتخابية لصالحه. التنوع السياسي في المغرب لا يقوم بالأساس على أسس مذهبية وإيديولوجية، بدليل أن حزب العدالة والتنمية تحالف مع حزب تقدم الشراكية، وهما ضدان إيديولوجيان مختلفان، وكما سبق الذكر بأن حزب العدالة والتنمية بعد انسحاب وزراء استقلالي من الحكومة قام بتشكيل ائتلاف مع ألد غرمائه وهو التجمع الوطني الأحرار، وشكل حكومة ما زالت لحد الآن، وبالتالي النتائج انتخابات 7 أكتوبر 2016 هي التي ستسفر عن طبيعة التحالفات التي يمكن أن تتضمن من بين سيناريوهاتها تحالفا ما بين حزب العدالة والتنمية والأصهر المعاصرة، رغم أن كليهما يقول بأن هناك خطوط حمراء إلى آخره. وأظن أن أيضا ما جرى في انتخابات شتنبر 2015 بيّن إلى أي حد
يمكن أن يكون هناك تحالف ما بين مختلف الأطياف، وبالتالي هذه مسألة غير مطروحة.